رئيس قطاع الآثار الإسلامية واليهودية والقبطية دكتور أبو بكر عبد الله في حوار خاص للمجلة السياحية بيقول إنه في خطة لتطوير حوالي 100 أثر إسلامي منذ عام 2018 لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وأشار إلى إنه تم الانتهاء حتى الآن من حوالي 50 أثر منها وجاري الانتهاء من باقي المناطق الأثرية قريبا. خلينا نتابع تفاصيل أكثر من خلال هذا الحوار. اهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع الدكتور ابو بكر عبد الله رئيس قطاع الاثار الاسلاميه واليهوديه والقبطيه بالمجلس الاعلى. سر دكتور ابو بكر، كلمنا عن الجوله التي يتم يعني اجراءها اليوم والخاصه بالمسار الجديد بالدرب الاحمر، هذا المسار السياحي الجديد والذي يضم عدد من المناطق الاثريه الاسلاميه. هو حضرتك النهارده احنا موجودين لجوله سياحيه داخل المسار السياحي بمنطقه الدرب الاحمر. المسار السياحي طبعا بعد ما انتهى من اعمال الترميم في مجموعه من الاثار في شارع الدرب الاحمر تم عقد البروتوكول التعاوني ما بيننا وبين مؤسسه اغا خان للفنون والثقافه، ان في جوله سياحيه هتبتدي من داخل حديقه الازهر مرورا بمجموعه من الاثار، اهمها طبعا البقايا السور الشرقي للقاهرة مرورا بقى بقبة تراب الشريف، مدرسة خير بك، ألين أقا الحسامي، مسجد اللي احنا موجودين فيه حاليا دلوقتي، مسجد أقا سنقرة والجامع الأزرق، ومرورا بقى بمجموعة الآثار تاني، مدرسة أم سلطان شعبان، منزل الرزاز، هننتهي عند فرج زاوية فرج وباب زويلة. أهمية المسار ده يا دكتور؟ المسار ده بيضم السائح أو الزائر المصري أو الأجنبي يقدر يبدأ جولة من الأول من مجموعة من الآثار كلها، من مجموعة من الآثار اللي موجودة داخل الشارع، بتجمع ما بين قباب ضريحية، بقايا سور بالأبراج اللي موجودة فيه، مدرسة، مسجد، منزل، قصر، خانقة، فدي مجموعة متنوعة كبير جدا من الآثار داخل المسار دوت أساسا، ممكن السائح ياخدها من الأول للآخر. طب التذاكر يا دكتور؟ التذكرة احنا قرار المجلس الأعلى للآثار أو قرار رئيس مجلس الأعلى مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار إن التذكرة الأجنبي 120 و60 جنيه للطالب الأجنبي، 20 جنيه للزائر المصري، و10 جنيه للطالب المصري. أخيرا يا فندم، الخطة بتاعت وزارة الآثار لإعادة ترميم 100 أثر وخاصة إن هي بتقع في منطقة القاهرة التاريخية، أهمية هذا المنطقة وإيه عدد الآثار اللي تم تطويرها في تعداد ال 100 أثر؟ إحنا كنا بدأنا من 2018 حتى لحد دلوقتي بنعمل إعادة صيانة لمجموعة تم اختيارها 100 أثر إسلامي، تم الانتهاء من مجموعة كبيرة جدا منها. كان على سبيل المثال مجموعة الآثار اللي احنا اللي حضرتك انتهينا منها الأسبوع اللي فات ده وتم افتتاحها ثلاث آثار، في زي ما وعد الدكتور مصطفى وزير إن شاء الله في خلال الأيام القادمة في كل شهر إن شاء الله في مكان أو اتنين هيتفتح إن شاء الله للزيارة بعد الانتهاء مع الصيانة فيه والترميم بتاعه إن شاء الله. شفت المشروع ده كام يا فندم؟ وليه تكلفة محددة؟ لا ملوش تكلفة محددة، لأن طبعا أنت عارف دي بتفرق، لأن هو احنا كنا اخترنا المواقع نفسها وبعد كده بنبدأ مكان 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 لما تخلص يعني. بيشمل من ضمنهم منطقة مسجد عمرو بن العاص اللي بيتم تطويرها ضمن القاهرة التاريخية والفسطاط؟ لا، ده مشروع كامل مستقل لوحده، ده دخل تبع وزارة الإسكان، ده تبع تطوير مدينه الفسطاط كامله، اللي هو طبعا اللي هو كان فخامه الرئيس كان وجه بمشروع تلال الفسطاط وحديقه الفسطاط كلها. كل الشكر وتقدير لحضرتك الدكتور ابو بكر عبد الله رئيس قطاع الاثار الاسلاميه واليهوديه والقبطيه بالمجلس الاعلى للاثار. شكرا. شكرا فندم. شكرا فندم. نهايه هذا اللقاء بشكركم على طيب المتابعه. الى اللقاء.